السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره 0.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,285,979 سهما بقيمة إجمالية قدرها 359,752 دينار بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46% من القيمة الإجمالية للأسهم.